عم ربيع بائع البرتقال. اسم تصدر الترند خلال الاسبوع اللي فات بسبب لقطه عفويه جدا قام بيها اثناء مرور واحده من الشاحنات اللي بتحمل مساعدات رايحه للشعب الفلسطيني. طبعا كلنا شفنا الصور والفيديو. هو قرر انه يرمي برتقال من اللي بيبيعه على الشاحنه اللي رايحه على فلسطين. الفيديو الخاص بعم ربيع اتصدر الترند بسرعه كبيره، وكل الناس ابتدت تتكلم عنه وعن جدعنه وشهامه الشعب المصري. وقال عم ربيع في تعليق لي على تصرفه ده انه لما شفت العربيات مكتوب عليها انها رايحه لفلسطين قررت ان انا ارمي عليها البرتقال، ولو كان عندي حاجه اغلى كنت اديتها لهم. ربنا معاهم ويخفف عنه. يا عم انت بقى حط بقى.